عدنا معكم مشاهدينا الكرام لمناقشة الملف اللبناني، ملف سطوة ميليشيا حزب الله ومحاولاته زج البلاد في صراعات المنطقة خدمة لإيران رغم ما تعانيه لبنان من أزمات اقتصادية متلاحقة. أرحب مرة أخرى بضيفي في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ربيع حداد. أستاذ ربيع، يعني كتاب أو حزب الكتاب اللبنانية سبق وأن حذر حزب الله ميليشيا حزب الله من توريط البلاد في صراعات بأوامر خارجية، لماذا هذا التحذير الآن رغم أن ميليشيا حزب الله موجودة في سوريا على الأرض السورية منذ 6 سنوات؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الأحداث في لبنان لابد وأن ينظر إليها في السياق المحلي والإقليمي والدولي، وهذا منها طبعا ميليشيا حزب إيران المتدخلة في سوريا والقاتلة للشعب السوري ولنساء وأطفال والمدنيين في سوريا، لا شك أنها ذراع من أذرع إيران في المنطقة. وحزب الكتائب هو حزب يمثل شريحة من المسيحيين في لبنان، من المسيحيين الموارنة تحديدا، وهو مناوئ في كثير من مواقفه لحزب رئيس الجمهورية ميشيل عون وهو التيار الوطني. وطبعا جاء هذا التحذير وهو ليس الأول من نوعه، لكنه في هذا التوقيت بعد أن تبين لكثير من الفرقاء في لبنان أن الحزب يحاول، وهو عمليا كذلك، يعني هو لبنان، أنا دائما أقول لبنان هو دولة تحت الاحتلال الإيراني بكل ما في الكلمة من معاني، والحزب يستأثر بالقرار السيادي في موضوع الحرب والسلم، وقد فعلها في السابق في عام 2006 عندما أدخل لبنان في حرب يعني أتت على الأخضر واليابس، ودون الرجوع إلى أي من مؤسسات الدولة الحكومية ولا حتى إلى المؤسسة المعنية بالدفاع عن حدود لبنان والأراضي اللبنانية وهي الجيش اللبناني. الحزب يتخذ هذه القرارات بشكل أحادي، وهو كما يعني أسلفت ذراع من أذرع إيران، وبالتالي يأتمر بإمرة إيران ولا يتحرك ولا يخرج عن الأوامر الإيرانية قيد أنملة، وبالتالي فهو منفذ للإرادة الإيرانية في المنطقة، وينظر إليه من قبل الداخل اللبناني والخارج والأوساط الدولية على أنه كذلك. أستاذ ربيع، بالحديث عن استعراض ميليشيا حزب الله للقوة العسكرية، كيف تفسر هذا الاستعراض في هذا التوقيت بالذات؟ هو لا شك يعني الحزب أكل أو وجهت له ضربة في عقر داره المتمثلة بالطائرة من غير طيار التي يعني نفذت عملية في ضاحية بيروت الجنوبية، وهي يعني مركز وثقل حزب إيران في بيروت. وطبعا انتقلت عدوى الجواب في المكان والزمان المناسبين من النظام أو نظام بشار الأسد، المجرم بشار الأسد، إلى حليفه حزب إيران في لبنان، فطبعا أعلنوا أنهم سيردون في المكان والزمان المناسبين، وجاء الرد يعني ردا سخيفا هزيلا عبارة عن صاروخين أو 3 صواريخ كورنت على آلية إسرائيلية. ما كان هناك يعني بحسب المصادر الدولية ما شكل يعني أي خطورة، ولم ينجم عنه أي إصابات في أوساط العدو الصهيوني. في هذا التوقيت المشحون في ظل المنطقة يعني الأوضاع فيها تفور، ربما يعني يستعرض حزب الله ترسانته الصاروخية، ما دلالات هذا التوقيت أو دلالات هذا الاستعراض؟ هو عرض عضلات، ونحن الكل يعلم أنه لا يمكن أن يأتي رد إلا بأوامر إيرانية، فهذا الاستعراض هو من باب يعني هو موجه للداخل أكثر منه للخارج. المتوقع طبعا أن ترسانة حزب إيران من الصواريخ وغيرها يعني إلى حد كبير جدا معلوماتها التفصيلية موجودة عند العدو، لأنه هذه المسائل
يعني الاستخبارات العسكرية الدولية والأمريكية والصهيونية وما شابه ذلك تتابعها بشكل دقيق جدا. فهذا الاستعراض يأتي موجها للداخل، يعني تعزيزا لصفه الداخلي ورفعا للمعنويات بعد أن تمكن العدو الصهيوني من توجيه ضربة في 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 عقر دار حزب إيران، وهو الذي يتفاخر دائما بأنه على أعلى جهوزية وأنه يملك من الأجهزة والأسلحة المتطورة التي تمكنه من يعني صد أي هجوم، بل والوصول. ويعني نحن وأنتم سمعنا عبر السنوات الماضية ما يردده حسن نصر الله من تهديدات، وأنه يملك صواريخ يمكن أن تصل إلى ما بعد حيفا، ونحن إلى يومنا هذا لم نرى صاروخا واحدا، علما أن غزة تعرضت لي يعني مجازر منذ أن أعلن عن امتلاكه هذه الصواريخ وإلى يومنا هذا، ولم يحرك ساكنا يعني في سبيل نصرة غزة. فهو لا يتحرك إلا بما فيه مصلحة إيرانية واضحة، ولا يتحرك إلا بأوامر إيرانية مباشرة، ومهما حاول أن يغطي على هذا أو أن يكذب هذا فالمسألة أصبحت يعني واضحة ولا تحتاج إلى كبير يعني تدليل بطبعا الأحداث التاريخية عبر السنوات الماضية. أستاذ ربيع، ما مدى جدية الولايات المتحدة الأمريكية هذه المرة في تنفيذ تهديداتها وعقوباتها وفرضها على لبنان هذه المرة وليس حزب الله؟ طبعا حزب إيران مصنف أمريكيا ومصنف دوليا على أنه مؤسسة إرهابية، والأمريكان الحقيقة يتصرفون ويتحركون بما فيه يعني المصلحة الأمريكية من ناحية، ومصلحة الرئيس الأمريكي ترامب الآن وهو مقدم على انتخابات يعني في يعني بعد حوالي سنة، ونحن سمعنا عن الضربة التي أمر بها ثم تراجع. أمر بإرجاعها في منتصف الطريق، وكان ذلك فيما بعد حسب ما تبين لنا أنه أحد المستشارين أبلغه بأنه لو تم تنفيذ هذه الضربة كانت ستقضي على فرص إعادة انتخابه، وهي هذه الأولوية بالنسبة له، فأمر بإرجاعها وأعلن أن السبب في ذلك كان يعني أن هناك بضع عشرات من الأبرياء الإيرانيين كان ممكن أن يقتلوا فكان هذا هو السبب. لكن الحقيقة السبب الحقيقي وراء هذا التراجع كان التأثير المباشر على فرص إعادة انتخابه، ونحن اليوم أمام نفس التبرير. تأخر أمريكا في توجيه ضربات مباشرة لإيران أو لحزب إيران في لبنان هذا سببه، وأنا أعتقد أنه في التوقيت المناسب والأنسب لترامب سيتم التحرك. بالنسبة لتصريح حسن نصر الله دائما ما يصرح بأنه يرفض أي حرب ضد إيران، هل هذا إعلان صريح بتوريط لبنان بحرب في المنطقة؟ حسن نصر الله ما عنده أي مشكلة أن يضحي بلبنان واللبنانيين في سبيل ما يسمى بالولي الفقيه، وهو أعلن عن ذلك في يعني بداية الثمانينات عندما يعني كان يتكلم عن أهداف حزب إيران في لبنان، وأن من أهدافه إقامة حكما مشابها لحكم الجمهورية الإسلامية في إيران، وأعلن ولاءه بشكل واضح وصريح للولي الفقيه. فلذلك ما عنده أي مشكلة أن يضحي بلبنان وباللبنانيين في سبيل حماية إيران وخدمة مصالح إيران على حساب مصالح لبنان الوطنية والقومية والاقتصادية وما شابه ذلك. ما سبل مواجهة هذه ربما نقول التحديات التي يفرضها حسن نصر الله على الدولة اللبنانية كدولة وكجيش؟ يعني للأسف الحقيقة حزب إيران في لبنان تغلغل في جميع أجهزة الدولة، وهو يسيطر بشكل مباشر وغير مباشر على القرار السيادي في كثير من مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان، وقد استطاع
أن يوصل ميشيل عون إلى رئاسة الجمهورية بما مارسه من ضغوطات وبما دفعه من أموال حتى أصبحت الرئاسة الأولى في لبنان في قبضة يده. فهو عمليا الآن يسيطر على رئاسة الجمهورية ويسيطر على مجلس النواب ويسيطر على كثير من الوزارات ومؤسسات الدولة. فالمسألة ليست يعني بالسهولة التي ممكن أن يعني يدعي البعض أنها كذلك. المسألة يعني حزب إيران أمضى سنوات حتى وصل إلى هذه المرحلة، فتفكيك ذلك سيستغرق بعض الوقت، وقبل هذا سيحتاج إلى قرار سياسي داخلي في لبنان حتى يتم ذلك. نشكرك شكرا جزيلا أستاذ ربيع حداد ضيفنا في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي. حياكم الله.